كاريه او يجي في شكل بيربرم او يجي في شكل ألسريشن. الفاسكولايتس ليه برود كلينيكال برزنتيشن من ارثيماتوس ماكيولز من ارتكاريا، يجي شكل ارتكاريا بالظبط اسمه ارتكاريا فاسكولايتس، يجي في شكل بيربرا، يجي في شكل كوتينيوس ألسريشن. ده الفاسكولايتس هو سبيسيفيك باترن من الانفلاميشن وبلاد فيسلز كلينيكالي كاركترايزد بالاشكال دي. الايتوباثوجينيسيس اوف فاسكولايتس طبعا انتوا لما بتشوفوا حاله فاسكولايتس بتخافوا والكلام ده كله، ودي فاسكولايتس ومش فاسكولايتس، دي اهي في حاله ممكن تقابلوها، مفيش اي حاجه خالص. ازاي بيحصل الفاسكولايتس؟ الفاسكولايتس بيحصل علشان في عندي تريجرز او ستيمولاي. التريجرز او ستيمولاي بتاع الفاسكولايتس دي عملت فيسل وول انجري او انفلاميشن. الفيسل وول انجري او انفلاميشن انتهى بالباثولوجيكال فيتشرز اوف فاسكولايتس. ازاي اشخص الفاسكولايتس بالباثولوجي؟ وايه الفرق بين الفاسكولايتس والسودو فاسكولايتس والفاسكولوباسي؟ في حاجه اسمها سودو فاسكولايتس، في حاجه اسمها فاسكولوباسي، هما الاثنين واحد. وفي حاجه اسمها الفاسكولايتس، ده في الباثولوجي مختلف عندنا عشان ده بيسال برضه شافه كتير، الفرق بين الفاسكولايتس والفاسكولوباسي. تريجرز او ستيمولاي، ايه اللي بيخلي الواحد يجي له مثلا؟ عشان ابدا قبل ما اكلمك عن كلينيكال برزنتيشن، الفاسكولايتس حد شافه؟ بيجي شكل ايه؟ الفرق بينه والبيربرا والبيربرا بتاع البطنه؟ البيربرا بتبقى صغيره شويه، ايوه. اللي الفاسكولايتس بيبقى بريزنتد 10 حالاته، بينفول بالبابل بيربرا، بينفول بالبابل بيربرا. وهو العيان بيفرق بين البيرنينج والايتشنج والبين. الايتشنج ده زي الارتكاريا، البيرنينج سنسيشن والبين او التندرنس لما احط ده على ليجن ده بتاع الفاسكولايتس. تمام، انا بس عشان ايه وانا قاعد احكي عليه. اي بيربرا بيجي لنا العياده بنحط ايدينا عليها، لو هي نون بالبابول بحولها لبطنه. دي ممكن تكون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا او ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا او اي نوع من البيربرا اللي تيجي مشكله مثلا في البليتس. انما الحاجه اللي هي بيربري كرابشن وإليفيتد دي تبع الجلديه عندنا، ده موستلي ديو تو فاسكولايتس اهو. دي حاله الفاسكولايتس اهو. لو انا حطيت ايدي على الليجن مش الصوره يعني، هلا الليجن عندي في الكلينيكال هيبقى بلد بيخف بحسه. دي حاله اشهر نوع من الفاسكولايتس اللي هو اليكوسايتوبلاستيك فاسكولايتس او السمول فيسل فاسكولايتس اهو. طيب طبعا الليجن هنا فاريبل، عندي في بالبابول بيربرك ليجن وفي بولس ليجن وفي ليجن بعد يوم او اتنين هيبدا يحصل له ألسريشن. طيب ده تريجرز او ستيمولاي اوف فاسكولايتس. اي حاله فاسكولايتس ولما تجي لي زي ما انتم عارفين لازم نعمل لها انفستيجيشن نشوف الايتيولوجي بتاع الفاسكولايتس ايه، بس لازم تكونوا عارفين ان اشهر كوز اوف فاسكولايتس هو ايه؟ لا الايديوباثيك. اشهر سبب الفاسكولايتس النوم 50%، وال 50% الباقيين انفكشن، اوتو اميون كونكتيف تيشو ديزيزز، دراج، نيوبلازم واذرز. يعني حوالي 15% 15% ادي كده 30%، ده مثلا برضو حوالي 10 او 15%، ادي كده 15 و15 ماشي 45، دول حوالي 5%، يبقى دول 50% بتوعي اللي هو نون كوز فاسكولايتس. يبقى اول حاجه تسال عليها الانفكشن، واكتر حاجه تسال هنا في مصر ايه؟ فيروس سي. يعني اكتر حاجه دورها هنا في مصر الفاسكولايتس هو فيروس سي. واحد يقول لي ما احنا تقولتين عندنا فيروس سي، اقول له اه وارد صح، ممكن يكون عنده فيروس سي مش تبع الفاسكولايتس، بس يعني ايه؟ يبقى دماغك دايركت ان هو ما كانش عنده هيستوري فيروس سي، اعمل له فيروس سي. ما
ما هو اي سكيم زي سي يخش عندنا العياده، لو انا عملت تلت العيانين هباتيتس سي هيطلع عندنا هباتيتس سي، بس مش دايما، مش ديوتو هباتيتس سي طبعا، يعني ديوتو ان احنا عندنا بالظبط الفاسكولايتس في رجل واحده في الاثنين، بس في الاثنين في يعني معظم في اللي هي الكانتر. هندور بقى على فكره على دول كلهم، يا انفكشن يا اوتوميون يا دراج يا نوبلازم يا اذر كوزز، احنا هنشرح حاجات طبعا تفصيليه دلوقتي. فيسل وول انجر، الفيسل وول بيحصل الانجري بيحصل ازاي؟ يا اما بيحصل دايركت انجري، دايركت ان تيجي بكتيريا او فيروسز تعمل اتاك للبلاد فيسل وول، يا اما في حاجه انتوا خدتوها قبل كده الاندايركت انجري. يعني دايركت انجري يعني الاندرلاينج ايتيولوجي هو اللي عمل دايركت دامج للبلاد فيسل. الاندايركت انجري طيب كام هايبر سنسيتيفيتي رياكشن؟ احنا عندنا اربع انواع من هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، واحد الاي جي اي ميديتد اللي هي الارتكاريا والانفلاكسس، اثنين سايتوتوكسيك رياكشن اللي هو زي الهيموليتيك انيميا، ثلاثه اميون كومبلكس اللي هو زي ايه الفاسكولايتس. اميون كومبلكس هايبر سنسيتيف، ايه هو الاميون كومبلكس رياكشن؟ النوع الاولاني اللي هو الاي جي اي، ان واحد خد دراج او هاوس داست او بنسلين، والبنسلين راح لزق في الاي جي اي، والاي جي اي راح للماست سيل، الماست سيل طلعت هيستامين فحصل انفلاكسس وارتكاريا ومات. ده النوع واحد اي جي اي ميديتد. النوع الثاني واحد خد دراج مثلا، الدراج دوت راح لزق في الار بي سيز، حصل اتاك للار بي سيز والدراج مع بعض، حصل هيموليتيك انيميا. ده النوع الثاني. النوع الثالث بكتيريا دراج اوتو اميون اي انتيجين ما دخل الجسم لزق فيه اميونوجلوبولين وحصل كومبلمنت فيكسيشن، والكومبلكس ده كله حصل له بوزيشن فين؟ في الوول بتاع البلاد فيسل، فيحصل ايه؟ فاسكولايتس. الموست كومن ميكانيزم اوف فاسكولايتس هو تايب 3 هامر سنسيتيفيتي رياكشن مين كومبلكس فاسكولايتس، هو اللي بيحصل، هو ده الميكانيزم اوف اكشن، ميكانيزم اوف انفلاميشن في عين اللوبس، بس كل عين كل المانيفستيشن في عين اللوبس نتيجه تايب 3 هامر سنسيتيفيتي رياكشن. الباثولوجيكال فيتشرز بتاعت الفاسكولايتس، في الباثولوجي الفاسكولايتس لازم يكون في حاجتين، حاجه اسمها فايبرينويد ديجنريشن او نيكروزس، رقم 2 بيري فاسكولار انفلتريشن، رقم 3 اذر اكسسوري فيتشرز، حاجات ممكن الاقيها ممكن ما الاقيهاش. ادي البلاد فيسل الاولى اهوت، يعني ايه فايبرويد ديجنريشن او نيكروزس؟ يعني لو جيت ابص على الاندوثيليوم هلاقي الاندوثيليوم عندي انفليمد، وطبعا الاندوثيليوم زي ما انتوا عارفين هو ماده كده عامله زي السيراميك ناعمه، لو حصل فيها اي خدش بيجي يلزق فيها الفايبرين ويحصل ثرومبوس بعد كده. ما بيحصل انفلاميشن بيحصل فايبرين ديبوزيشن، ويحصل ماركت انفلاميشن وماركت فايبرين ديبوزيشن، ده اللي احنا بنسميه فايبرون ديجنريشن او فايبرون ديكروز، ده بيحصل في الفاسكولايتس. بريفاسكولار انفلتريشن بلاقي حوالين البلاد فيسلز انفلتريشن بايه؟ بالنيتروفيلز لينفوسايتس او هيسوسايتس يعني جرانيلوما. النيتروفيلز لما بتيجي في حالات الفاسكولايتس يعني نتيجه الانفلاميشن فرويد ديجنريشن، النيتروفيلز اول خلايا بتروح اول 24 ساعه لو خدت عينه من الفاسكولايتس بلاقي فيها نيتروفيلز، عدت 24 ساعه ما بلاقيش فيها نيتروفيلز، النيتروفيلز اول واحده بتروح، لما بتروح للسايت اوف انفلاميشن النيوكليس بتاعتها بتتكسر يعني كاريوريكسس، ولما تتكسر تطلع دست زي غبار، بيحصل له ديستريبيوشن حوالين البلاد فيسل بين الكولاجين وفي الوول بتاع البلاد فيسل. الكاريوريكسس وذ نيوكليار دست فورميشن دي بيسميها ليكوسايتوكليزيس او ليكوسايتوكليزيا. ليكوسايتوكليزيس معناها ايه؟ معناها كاريوريكسس او ديزنتجريشن اوف نيوكليس اوف نيتروفيلز وذ نيوكليار دست فورميشن. عشان ايه؟ عشان كده في حاجه اسمها ليكوسايتوكلاستيك فاسكولايز، خدتوا الكلام طبعا ده ايه في الباثولوجي، disintegration of nucleus with nuclear dust formation. ده بلاقيها في اول 24 ساعه. الليمفوسايتس بعدها تقريبا من يوم ليومين بلاقي في الليمفوسايتس.
الهيستوسايتس اللي هي عباره عن جرانيولوماتوس انفلاميشن، لو حصل فيه فاسكولايتس تحت في السبكوتينس تيشو في الديب بلاد فيسلز بتاعه السكن بلاقي فيه هيستوسايت انفلتريشن. انا قلت هنا على فكره بيري فاسكولار انفلتريشن بكذا نوع من الخلايا وذ فلتريشن اوف فيسل وول، يعني الانفلتريشن حوالين البلاد فيسلز غير منظر البلاد فيسلز، عمل ديستربنس والمنظر بتاع البلاد فيسلز. في اكسسوري فيتشرز بقى ممكن نلاقيها مع الفاسكولايتس غير فايبرون ديجنريشن والبيري فاسكولار انفلتريشن. الاكسسوري فيتشرز ممكن الاقي ديما في السكين بايوبسي اللي عندي، ممكن الاقي ار بي سيز طلعت بره نتيجه الانفلاميشن، ار بي سيز بدات تطلع بره، ار بي سيز اكسترا فازيشن، ممكن الاقي الوول بتاع البلاد فيسلز انفلتريتد نفسه، ممكن عشان البلاد فيسل نفسه اتقفل بالانفلاميشن والثرومبس الاقي فيه تيشو نيكروزس، عشان كده الفاسكولايتس ممكن يجيب ألسر. ألسر دي نتيجه التيشو ايه؟ نيكروزس. هنا مفيش حاجه اسمها هيستولوجي دايجنوستس فاسكولايتس وزود فايبرون ديجنريشن او نيكروزس او بيري فاسكولار انفلتريشن، دي اكسسوري فيتشرز. عشان كده طبعا بيسال كتير جدا ايه الفرق بين الفاسكولايتس انفلاميشن وذ ديبوزيشن اوف فايبرين اون توب اوف انفلامد اندوثيليوم. انما لو حصل deposition of fibrin on top of non-inflamed endothelium ده vasculopathy. لو حصل vascular infiltration with minimal or with no alteration للblood vessel ده برضو vasculopathy. يعني دولت مش موجودين في حالة الvasculopathy. الvasculopathy بيحصل في fibrinoid أو fibrin deposition without inflammation. هنا بيحصل فاسكولار مش بالفاسكولار انفلتريشن، فاسكولار انفلتريشن وزود فيسل التريشن. هنا بيحصل بيري فاسكولار وز التريشن اوف فيسلز. مهم جدا ان انت تعرف الفرق بين ايه الاثنين. ليه ده في الباثولوجي مش اساسي في الباثولوجي؟ مش الليكسايتوكليزيا دي حاجه ممكن الاقيها مع الفاسكولايتس ممكن ما الاقيش مع الفاسكولايتس، هي انتروفيل جات عشان تو سايت اوف انفلاميشن كيموتاكسيس حصل كاريوس ديزنتجريشن نيوكلس وطلعت نيوكليار ايه بس. يبقى انا كده عرفت الباثولوجي بتاع كل الايه الفاسكولايتس. الفاسكولايتس لازم الاقي في الاثنين دولت وسامتايمز الاقي في اكسسوري فيتشرز اللي هو حصل انفلاميشن حصل ديبوزيشن ديبوزيشن في مكانهم بعد ما حصل لهم نكروزس مش هم جواهم فايبرين يعني الاندوثيليوم. لا الفايبرين المفروض هو ماشي في البلاد اصلا، طول ما هو ماشي في البلاد مفيش مشكله، وطول ما الاندوثيليوم سليم مفيش مشكله. اول ما يحصل انفلاميشن يحصل ديبوزيشن. الانفلاميشن والديبوزيشن ده بنسميه الفايبرين ديكروزس او ديجنريشن. طيب هنرجع تاني تريجرز اوف ستيمولاي فيسل وول انجري باثولوجيكال فيتشرز اوف فاسكولايتس اللي هما تو اسينشال فيتشرز لازم يكونوا موجودين. طبعا الكلام ده كلام ليفر بتاع الباثولوجي اللي هو يمكن حتى مش مكتوب في كتب كتيره جدا لان هما بيصدعوا دماغنا ايه الفرق الناس بتاع الباثولوجي الفرق بين الفاسكولايتس والفرق بين الفاسكولوزي. كلاسيفيكيشن اوف فاسكولايتس ما فيش accepted classification of vasculitis. في ناس صنفت الفاسكولايتس على حسب size of involved blood vessel. فقالوا عندنا ثلاث انواع من blood vessels: large و medium sized و small. اللارج زي ايه؟ زي الاورطة. طب الميديم زي الكورونري artery، الرينال artery، الهيباتيك artery، وزي البلاد فيسلز اللي موجوده في الديب ديرمز والسبكتينس تيشو دي اسمها ميديوم سايزد ارترز. طب ايه اللي سمول سايزد ارترز؟ زي البلاد فيسلز اللي موجوده في الابر ديرمز والميد ديرمز. ابر ميد يبقى سمول سايزد، اللور الميديوم سايزد دي بيبقى موجوده فين؟ في اللور ديرمز او في السبكتينس تيشو، زي طبعا الكورونري ارتري والرينال ارتري الى اخره. ده واحد صنف الفاسكولايتس على حسب السايز سمول وميديوم ولارج سايز فاسكولايتس. في واحد قال لا هنصنف الفاسكولايتس اكوردنج تو تايب اوف انفلتريشن، نوع الانفلتريشن هو بريدومينانت ميتوفيل ولا اوفوسايتس ولا جرانولوماتس. واحد قال هنصنف الفاسكولايتس اكوردنجلي هل الفاسكولايتس ده حصل في الجلد بس كوتينيوس او لوكالايزد ولا سيستميك. ما هو اغلب حالات الفاسكولايتس بتيجي معاها ارثرالجيا او ابدومينال بين. عارفين انتوا هنا في شنلاين بيربرا بتاع الاطفال ما ده فاسكولايتس بيجي بابدومينال بين وبيجي بنفرايتس او هيماتوريا نتيجه الفاسكولايتس مش بياخد الجلد بس وكوتينيوس ابشن طبعا. والجوينت
وجونت بين. هو مش الفاسكولايتس مش انا بشرح لكم في الجلديه عشان كوتينيس فاسكولايتس، لا هو كوتينيس مي بي اسوشيتد ويز سيستم. طب ايه اشهر سيستمز بلاقيها مع الكوتينيس فاسكولايتس؟ اشهر حاجات جي اي تي وجوينت ورينال، دول اشهر ثلاثه يليهم السيستم الثاني. انا حاطط فاسكولايتس لازم اشعر الجي اي تي لان ممكن يكون عنده جي اي تي فاسكولايتس عامل لي ميلينا وعامل لي مشاكل بورفوريشن والكلام ده كله. جوينت الارثرايتس الارثرايتس انا في الكتور بيربرا نسينا على دلوقتي. الرينال نيفرايتس وهيماتوريا، وممكن الطفل اللي يجي له هنا عشان بيربرا يخش في رينال فيلير نتيجه اللي عنده نيفرايتس تيجي المحمول بس الحمد لله عدى. يعني ما هي الكومبليكيشن هنشرحها النهارده قليله شويه بس طبعا لازم تاخد بالك منها. رقم أربعة، في ناس بتصنف الفاسكولايتس هل هو كان اكيوت خف في شهر ولا كرونيك كل شويه يروح ويجي؟ اكيوت فاسكولايتس ولا كرونيك فاسكولايتس؟ هل هو الفاسكولايتس برايمري ولا سكندري؟ برايمري يعني ايه؟ من 50% بتوع الايديوباثيك ولا سكندري في اندرلاينج اتيولوجي؟ الموست اكسبتد كلاسيفيكيشن في الفاسكولايتس كان واحد اسمه شابل هيلم عامل كلاسيفيكيشن للفاسكولايتس ده تقريبا في سنه 94 ولحد دلوقتي تقريبا ما اتغيرتش قوي يعني، او حتى لو كانت اتغيرت هو دي الطريقه السهله اللي احنا ماشيين عليها عشان ايه ما تلخبطوش. الكلاسيفيكيشن اوف فاسكولايتس، الفاسكولايتس كان بي كلاسيفايد انتو سمول فيسل فاسكولايتس. رقم 2 ميديوم سايزد، 3 دي اللي مالناش دعوه بيها لارج سايزد فاسكولايتس. سمول فيسل فاسكولايتس اشهر نوع ليكو سيتوكلاستيك فاسكولايتس، يبقى في الباثولوجي هنلاقي فيه فايبرونيت ديجنريشن، هنلاقي فيه او نيكروزيس، هنلاقي فيه بيريفاسكولار انفلتريشن، هنلاقي فيه ليكو سيتوكليزيا اللي هو ديزنتجريشن اوف نيوكلاس ونيوكلير داست فورميشن. ده خلاص الباثولوجي بتاعه. ليكو سيتوكلاستيك فاسكولايتس ده رقم 1. ارتكاريال فاسكولايتس رقم 2. في نوعين بيجوا في الاطفال، نوع اسمه هينوخ شينلاين بيربرا او انافلكتويد بيربرا، والنوع الثاني اسمه اكيوت هيموراجيك ايديما اوف انفانسي، وبعد كده في اللي هو كرايو جلوبولينيميا اريثيما اليفيتام دايوتينام والانكا فاسكولايتس والانكا فاسكولايتس. الاكسيت كلاسيك فاسكولايتس اتكار فاسكولايتس نيكس لاين بيربرا اكيوت هيموراجيك ايديما في انفانسي كرايكولوبلينيميا والاريثيما اليفيتام دايوتينام والانكا. دول كلهم اسمين فيسل فاسكولايتس يعني تيجي في الديرمال بلاد فيسلز.